التكية هي مكان ثقافي وفي نفس الوقت أنا بعتبره مكان روحي. بنحاول كل ما هو جميل لازم يتكتب اسمه والناس تعرفه. جميل وجمال يعني ده بصراحة أنا ببقى فرحانة جدا وأنا بتكلم عنهم. الكلاب بتدي الانطباع بالأمان والسعادة وبالحب بدون مقابل على فكرة. التكية هي كانت شقة العقار نفسه من عمره 177 سنة وهو موجود في ميدان الرفاعي أمام الباب الخلفي لمسجد السلطان حسن والرفاعي. مكان يعني حيوي استراتيجي تراثي يعني تاريخي كبير جدا. شقة كانت مقفولة أكتر من 19 سنة وأنا وجدتها يعني وأنا ماشية هنا في مرة في الشارع بالصدفة إني باجي هنا مكان ده كتير. وطبعا كان حالتها صعبه جدا جدا. تكيت مسافر خدت مننا شغل ترميم كبير جدا لان الشقق القديمه عموما زي كائن الحي لازم يكون فيها الروح على طول مستجده فيها عشان تقدري تقولي ان الشقه دي فعلا يعني مش مهجوره. كلمه مهجوره دي اصلها كلمه كبيره جدا. والله تقسيمة المكان احنا عملناها بالشكل اللي هو بشكلها يعني كل غرفة كانت زي ما تقولي بتنادينا هي هتبقى كده. احنا عندنا الاولى والتانية والقبل الاخيرة احنا عاملينها زي نطاق كووركينج سبيس وغرف بتتأجر للي عايز يشتغل فيها او يدي ورشة او يدي محاضرة يجي يقرأ يجي يذاكر. الغرفة دي اسمها غرفة الدكتورة سحر صبحي عبد الحكيم وهي طبعا شخصية غنية عن التعريف كتبت كتب كتير عن مصر باللغة الإنجليزية وعندها كتب كمان كتير باللغة العربية. فالغرفة دي واخدة الشكل المصري يعني انت لما تدخليها هتلاقي لوحات عن مصر لديفيد روبرتس هتلاقي لوحة من فنانة سورية رأفت عن الأهرامات. فإحنا عاملين الغرفة دي الثيم بتاعها مصر. الغرفة الثالثة دي غرفة المبيعات بتاعت التكية. إحنا بنجيب مبيعات من كل حتة في مصر وبنسوق لمنتجاتهم سواء من فوا سانت كاترين سيوة الدخلة. القاعة الرئيسية اللي احنا فيها دي قاعة اللي بيتم فيها المحاضرات الكبيرة وفي نفس الوقت توقيع الكتب وورش العمل لو عدد كبير. وعندنا زي ما انت شايفة بقى كل الكتب دي بصراحة يعني نشكر الناس على كم الكتب اللي بصراحة يعني اعطونا كتب كتير جدا في تخصصات مختلفة. واكتر تعليق بنحبه دايما نسمعه ان لما الناس تيجي تقول لنا انتوا مكتبتكم ما شاء الله يعني مكتبة مثمرة بالكتب لانها فعلا فيها كتب كبيرة. وعندنا كتب كمان جوه في القاعة الكبرى او المكتبة الكبرى مكتبة الموسوعات دي كتب نادرة جدا. بنحاول كل ما هو جميل لازم يتكتب اسمه والناس تعرفه. عم حربي هو يعني من اكتر الناس اللي دفعت على سور الازبكية. هو جده او باباه كان صاحب المكتبة اللي عم حربي بتاعته دلوقتي الله يرحمه وولاده دلوقتي هم اللي وارثين المكتبة. فعم حربي يعني في محور الثقافة كبير جدا جدا وتوفي مع الأسف من سنتين بالكورونا. ولكن هو كان صديق شخصي وكنت بحبه جدا وكنت بروح له كتير المكتبة وأي كتاب كنت بدور عليه يجيبهولي. وهو صاحب فكرة أن يتعمل معرض كتاب في سور الأزبكية. فأقل حاجة تتعمل أن يتعمل له زي رمز عشان أي حد يجي يترحم عليه. الجميل وجمال انا كنت عامله رحله في جزيره الدهب وبعد كده وانا ماشيه مع الناس فلقينا هي عباره عن اتنين راس طالعه بس انا شفت راس قد كده بالظبط وكانوا حالتهم الصحيه متدمره حقيقي. هناك يا حبايبي الاطفال يعني ما عندهمش الوعي الكافي طبعا مع الاسف ان هم فكره الحيوان والاعتناء بالحيوان والرحمه بالحيوان. فسبحان الله لما شفت الكلاب دي حاولت ان انا معاهم ان انا
افك الرباط وخلاص، انا ما باخدهمش بسيبه لهم. بس لما شلت بقى الكلب منهم، لا هو كان وضعهم صعب جدا. يعني انا لما شفتهم كانوا عظم، وكل الحشرات اللي تتخيلها في حياتك كانت فيهم. والقراد، القراده دي حشره كارثيه في الحيوان بالذات في الكلاب، بتقعد تمص في دمهم لغايه ما بتموتهم. فطبعا هما ما عندهمش الوعي الكافي، فبالتالي انا لقيت رد فعل تلقائي خدتهم. طبعا في محاوله بيني وبينهم ان انا اقول لهم لا انتوا مش هينفع تربوهم، انتوا حرام، انتوا مش عارفين، هجيبه لكم. وفعلا انا جبته لهم بعد كده يعني ما شافوهم يعني. بس فخدتهم وجبتهم التكيه، وما شاء الله هما بقى لهم 6 شهور مثلا، 6 شهور بقى لهم 6 شهور. بس في تغيير كامل حصل، وكمان في تغيير كامل حصل للمنطقه هنا من الكلاب. يعني برضو احنا بنقرا الحمد لله كل تعليقاتنا على جوجل، وبنقرا كل تعليقاتنا على الصفحه في النقطه، يعني في كل النقاط بصراحه. عمرنا ما سمعنا يعني حد يعني قال لا انا مش هاجي المكان عشان فيه كلاب بصراحه، لا، لان هم عارفين احنا اللي هنا اليفه، كلاب مش اليفه مش شرسه، فبالتالي هو مش يعني مش هيعملك حاجه. وكله بيقول لبعضه، يعني كله بيقول لبعضه. يعني انا فاكره كويس جدا شفت تعليق من ده بتقول لها لا بس عندهم في كلاب، قالت لها لا بس مقفول، قالت لها اه ما انا خدت بالي هم قافلين عليهم، دول جمال قوي، ده انا حتى لمست رزق قبل ما امشي. دي اللي عندها فوبيا. فزي ما انا قلت لك في الاول تاني، احترام ان حد ما بيحبش كلاب ده مهم جدا، علشان نساعدهم ان هم يحبوهم. ما انا ما ينفعش اجي افرض عليكي حاجه انت مش بتحبيها. نفسي في حاجتين، اول حاجه ان التكيه تبقى يعني تبقى ان شاء الله نعمل تكيه وتكيه وتكيه، لان الحمد لله النتيجه اللي احنا بنشوفها من التكيه المردود منها الحمد لله كبير جدا، المردود الثقافي يعني كبير جدا جدا جدا، نشوف النتيجه دي للناس. وبالذات الحرف اليدويه والمنتجات المشغولات اليدويه، احنا فعلا مبسوطين من حاجه زي كده، احنا التسويق ليهم كويس قوي ومنتجاتهم بتتعرف قوي. النقطه الثانيه، نفسي بالنسبه للكلاب يبقى حملات التوعيه اكتر للاطفال. المدارس ده دورها مهم جدا على فكره.